عقد تومي، المنتج الذي ابتكره تشادي محمد نور بكر ليكون بديلا للحطب والفحم، وكان نقطة اهتمام وزيرة التدريب المهني والمهن الصغيرة التي سجلت زيارة استطلاعية إلى مصنع موقد تومي للوقوف على نماذج الابتكارات وخاصة مواقد طهي الطعام المتعددة الأغراض التي صنع العديد منها، وهي تعمل بالكروسين المعروف محليا بالفترون، وتستطيع هذه المواقد بأن تنتج حرارة وإشعالا قياسيا كالغاز حسب ما شرحه مخترع هذا الموقد محمد نور بكر، مما رسم الدهشة في وجه الوزيرة والوفد المرافق لها. وبعد زيارة المصنع قامت الوزيرة بأخذ جولة بداخل مخزن المصنع لمعرفة أعداد المواقد التي تم صنعها. وزيرة التدريب المهني والمهن الصغيرة ماجادينغ باجاريد في كلمتها خلال الزيارة أفادت بأن رئيس الجمهورية يضع أهمية خاصة للشباب، وأن عمل مصنع تومي يفتح المجال للعمل للشباب، بالإضافة إلى أن المشروع يخدم عددا من المجالات وخاصة البيئة، مؤكدة دعم ومساندة وزارتها للمصنع من أجل تحقيق حلم الشباب.